في احنا لو ولادنا وقعوا في مشاكل، بعض المشاكل، طيب افترضنا ان المشكله اللي ابني وقع فيها هو الغلطان فيها وهو اللي تسبب في المشكله دي، ازاي تم حلها؟ هل هنا دعم ليه قدام الناس برضو حتى لو كان غلطان؟ وبرضو عايز افهم يعني الطريقه ازاي تكون برضو ان انا احاول بقدر الامكان ابين له ان انا يعني بحبك كل حاجه، بس برضو مش عايز الناس يعني تيجي عليها هي كمان، يعني انا مش عارف اعمل ايه، موقف برضو صعب جدا. 100% انه اصعب حاجه على الام او الاب ان هم يشوفوا ولادهم بيتألموا او ولادهم بيغلطوا، بس خلينا نقول انه ربنا لما خلقنا في الكون عمل لنا سنن كونيه، من السنن الكونيه هي الثواب والعقاب. ليه؟ مش عشان يعاقبنا ولا علشان حاجة، علشان الإنسان بيتعلم أو بيفهم بالطريقة دي، بيفهم إنه لما بيعمل حاجة صح بيتجازى، إذا دي حاجة كويسة، أنت خدت مكافأة. لما عملت حاجة غلط وتعاقبت دي حاجة مش كويسة ما تكررهاش تاني. فهي at the end of the day يا فاروق في مصلحة البني آدم. فلو أنا أم وشفت ابني عمل حاجة غلط وبيتعاقب وقلت لأ ابني أنا زعلانة عشانه، ما هيفضل واقف مكانه. فنرجع تاني للخطوة الأولانية، طول الوقت هو فاهم ان انا بحبه وان انا واقفه جنبه وانه انا دايما معاه، ولكن اللي هو عمله ده كانت نتيجه قراراته ونتيجه اختياراته. لما هيعمل كده وياخد مكافاه هيبقى فرحان بنفسه، ولما هيتعاقب هيتعلم معلومه جديده عن نفسه ان التصرف ده ما كانش كويس، ان انا محتاج اتعلم حاجه كده، فانا برضو فدته. فلو انا بصيت للموضوع من الزاويه دي هبقى عارفه ان انا في الحالتين ابني كسبان. طب امجي امتى الولد بيصير يلجا للغريب بدل ما يلجا لاهله؟ اوقات كتير بتكون في مواضيع حساسه. يعني ممكن اكون خليني اقول لك برده يا هيا انه مش سهل انه انا في مع اولادي، او مش سهل انه اقارب الدرجه الاولى اكون معاهم محايد، يعني اسمعه واستوعبه مهما هو عمل حاجه غلط او مهما هو عمل حاجه بعيده عن البليف سيستم بتاعي او معتقداتي انا. فاهماني؟ فاوقات كتير انا ممكن الجا للغريب لو هو الحاجات دي بالنسبه له عادي، لو هو مش هيتاثر، وعلى فكره هي دي حاجه كويسه. يعني انا دايما بقول للناس لو انت عندك مشكله انت ممكن تلجا لمختص، مش عشان اي حاجه. مختص غير عن غريب، لو نحكي على حته الغريب، ما بتحسيش انه ممكن امرات ان الغريب ينصح نصيحه غلط للاولاد؟ لانه بالاخير ما حدش بيخاف على واحد اولاد غير اكتر من الاهل. هو انت عندك حق طبعا انه ممكن يكون الغريب ينصح نصيحه بعيده او تكون مش في صالحه، ولكن الدافع واحد، الدافع اني انا هقعد مع حد مش هيحكم عليا، مش هيقول لي انا صح ولا غلط. يعني انا اوقات ابقى عايزه احكي مع صاحبتي مش عشان تقول لي اللي عملتيه ده صح ولا غلط، مش عشان تنتقدني او تنتقد اي حد حواليا، ولكن عشان بس اتكلم. فلو انت قدرت تعمل ده مع الناس القريبه منك صدقوني ده اجمل دعم، انك تسمعهم من غير ما تحكم عليهم، من غير ما تنتقدهم، تسمع لمجرد السمع. ومش سهله،